صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي. جاء فيه مادته الثانية أنه يجوز للجهات المتعاقد معها التعاقد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف، ويجب تسجيل عقد الاحتراف واعتماده لدى اتحاد اللعبة الرياضية، وأن يلتزم طرفاه بقواعد الاتحادين الوطني والدولي. كما جاء في المادة الثالثة أن اتحاد اللعبة الرياضية ينشأ مكتب يختص بتسجيل عقود الاحتراف الخاضعة لأحكام هذا القانون. وجاء في المادة الرابعة من القانون أنه بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية يصدر اتحاد اللعبة الرياضية اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وبتعاقدات الرياضيين المحترفين وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.